السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراسم تشييع وصلاة الجنازة ودفن الشيخ خليفة بن زايد. أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهان حاكم أبو ظبي والشيوخ صلاة الجنازة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهان الذي وفته ألمانيا اليوم الجمعة. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. طبعا أقيمت مساء اليوم الجمعة صلاة الغائب في المسجد الحرم ومسجد النبوي على رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهان ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. أجري الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اتصال هاتفيا اليوم لنعي الشيخ محمد بن زايد آل نهان ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. طبعا ادعوا له يا جماعة بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. لو وصلتوا معايا لحد هنا فضلا من حضراتكم يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.